بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. النهارده هنتكلم عن الموهبه. الايه الموهبه؟ يعني ايه الموهبه؟ يعني اي واحد يا ميرائيل عنده موهبه ينميها ويحاول ان هو يعملها. تمام؟ يعني لو انا بعرف ارسم يا بابلي ارسم كويس، لو انا بعرف اعزف يبقى اعزف الترانيم في الكنيسه، لو انا بعرف اكتب خط حلو يبقى اكتب الايات بخط جميل، لو انا بعرف اقرا كويس يبقى انا اقرا الكتاب المقدس بصوت حلو بصوت مسموع. زي مين كان بيعرف يعمل تسابيح ويعزف؟ زي داود. زي مين؟ داود كان يا ولاد صوته جميل. داود كان ايه؟ صوته جميل. وكان بيحب العزف. كان بيحب الايه؟ العزف. كان بيحب الايه؟ العزف. وكان دايما بيعزف على آلة اسمها الكسارة. آلة اسمها الايه؟ الكسارة. كان بيعزف يا بابي وكان بيرعى غنمه، وكان بيعزف وهو بيرعى الغنم بتاعته، وكان صوته جميل. كان صوته ايه؟ جميل. ذات صوت عذب. ذات صوت الايه؟ عذب. طيب الآلة بتاعت النهارده بتقول ايه؟ ولكن لنا ولكن لنا ولكن لنا ولكن لنا مواهب مختلفة مواهب مختلفة وحسب النعمة وحسب النعمة المعطاة لنا المعطاة لنا. يعني كل واحد يا كرولوس ليه نعمة ربنا يا شنودة مديها له وهو هيبتدي يمارسها وينشطها. زي مين؟ زي داود. داود كان عشان بيحب ربنا كان بيستخدم دايما العزف في التسابيح والترانيم. كان بيستخدم ايه؟ العزف في التسابيح والترانيم. عشان كمان يا جويس كان صوته حلو. كان صوته ايه؟ حلو. كان صوته ايه؟ حلو. طيب وفي مره الملك شاول كان تعبان يا كراس، ركز. الملك شاول كان تعبان وابو داود بعت له وقال له تعالى، وفعلا راح قصر الملك شاول يا كراس وابتدى ان هو يعزف له. فالملك شاول يا بابلي حب ايه؟ حب داود جدا. حب ايه؟ داود.